دلوقتي معدنا مع التقرير الإخباري بيجمع كل المعلومات والأحداث الهامة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. خلينا نشوف. شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم مراسم توقيع 3 بروتوكولات تعاون بين وزارات الكهرباء والطاقة المتجددة، البترول والثروة المعدنية، المالية وقطاع الأعمال، وذلك لفض التشابكات المالية بينها والاتفاق على قواعد التعاملات المستقبلية وفق ذلك. وأكد مدبولي إلى أن هذه الخطوات التي اتخذتها الحكومة تعد تدخلا جراحيا لإزالة التشوهات القديمة العالقة في الاقتصاد المصري منذ عقود طويلة تصل لنحو 30 أو 40 سنة، وبأرقام ضخمة تصل إلى نحو 500 مليار جنيه. تحت شعار كلم مصر، أطلقت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج أول تطبيق لهاتف إلكتروني للمصريين بالخارج، الذي يعد أداة جديدة ومستحدثة للتواصل مع المصريين بالخارج ضمن أدوات الوزارة المختلفة في تعزيز التواصل مع المواطنين المصريين بالخارج باستثمار واستخدام التقنيات الحديثة. أعلنت وزارة الصحة والسكان عن الانتهاء من فحص 4,735,067 امرأة مصرية بمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة تحت شعار 100 مليون صحة بمرحلتيها الأولى والثانية، وذلك منذ انطلاقتها يوليو 2019. وصل الدولار تراجعه أمام الجنيه المصري لأدنى مستوى في نحو 3 سنوات، ليسجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم 15.55 جنيها للشراء، وتتوقع عدة مؤسسات دولية ومحللون بأن يصل السعر إلى 15 جنيها للدولار مع نهاية العام الجاري 2020. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد مصر يوم غد الخميس طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا ورياح معتدلة على الوجه البحري، مع احتمالات بوجود شبورة صباحا ورياح معتدلة تنشط على أقصى الغرب تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.